www.gmail.com. Je peux vous confier un petit mes recettes et astuces. Du coup, inchallah, on va faire ensemble un gâteau sec. Il passe à la fin. Garniture, des rouges chapiteaux, soit loose, soit cacahuète, soit sésame ou la tijlan ou la simsim en arabe. Donc, on va utiliser cet outil ou la jariwra. Donc, la recette que je fais, 125 grammes. Avant de commencer la recette, j'ai cette caisse. Qui a cette caisse qui pèse 250 grammes. Comme ça, pèse 250 grammes. قدي ديري لا بوزي تاعك فيه اللي ما عندهاش ميزان دونك هذه الكاس تاع 250 غرام و 125 غرام زبده غامولي ديري النص تاعو سكر دونك لا موتي تاع لو فير هذا تاع 250 لا موتي تاعو ديريه سكر اي ربع تاعو ما زهر باش نتفاهموا فوالا دونك هذا الكاس اللي يوزن 250 غرام نعاود 250 غرام يوزن ولا 250 ملل تحبي هذا يوزن 250 مليلتر دونك بور 125 غرام زبده ديري النص تاعو سكر وربع تاعو ما زهر دونك واش عندنا هاد لا غوسيت واش فيها 125 غرام دو بيغ غامولي لي نسات باش تخرج الزبده تاعها من قبل ديريها شويه واحد 30 سكوند في الميكرووند لو طون لي تطرى شويه باش غامولي ان تي بو وخرجيها دونك 125 عندنا 125 غرام زبدة 125 غرام سكر سكر 125 غرام سكر عندنا 30 غرام لوز ولا حبيتي ديري ججلان سا مارش بيان ديري السمسم اللي هو لي غران دو سيزام دونك 30 غرام عندنا ان اوف اونتي بابيض دو لافاني قلنا ربع كاس ربع كاس دونك ربع كاس ما زهر اون كويغ ا سوب كاكاو لا فارين باش نطمن الكاتو تاعي ما كاش ميزان باسكو لازم تولي حتى تولي ان الفورم اون بات ان دمي ساشي دو لوفير جينيك وعندنا حسيله على فا عندنا الحسيله ولا بزوان حسيله نعسلوها الحسيله ما لازمش تكون ثقيله وما لازمش تكون خفيفه تكون في الوسط دونك الا كانت عندكم عسيله ثقيله زيدوا لها شويه ما زهر وسخنوها سي تو ولا شوفوا فوالا دونك نبداو بسم الله نبداو بال البيغ تاعنا انا جو في اتيزي ما ما نحب كي يكون عندي البيغ نخدم بيدي جي با بيترين بور لانستون جو بريفير نمس انايا البيغ تاعي ديك لا ما عندنا فوالا ما عندهاش بيتخا ان بو يوتيزي سي نو نورمال كي تيوتيزيو الزبدة هكدا اون بوماط الحلقاطو تاعك يجي بنين ويجي طري ميجيش يابس باغ كونت لو كان دوب بيها يجيك يابس دونك سي با لا بان دوب بيها ديريها هكذا غامولي خدميها شويه بيدك مليح نكسر هذيك الحبه بيض تاعي داخل باردون je vais utiliser le fouet parce que vider ça marche pas ça. Donc, on va mettre ce que première partie et je rajoute l'autre moitié. Je rajoute les amandes et
Je vais ajouter de la vanille. Une bonne cuillère de la vanille. المزهر. Je rajoute un demi-sachet de la levure. Voilà. Je vais tamiser le tout. الفرينة عينك ميزانك باسكو نقدر نقول لك ديري 250 مي ساسبو قل ساسبو كتر دونك سا ديبون نفوغ كتقولو لي الكاكاو علاش فات بعد نقسم الباط تاعي اون دو وحدا ندير فيها كاكاو وحدا ندير فيها نخليها هكداك في لافان كامل حتى نكمل الفرين تاعي ونطم العجينة ديالي نخلو بالعقل في لافارين حتى نطمو اون بات باسكو تخاف تجيكم بعدا يابسة دونك نخلو غير بالعقل جو بونس كو جو في اتيليزي ما مان سيت فوا سي باش نحس بلاطات تاعي باسكو افيك لا سباتول منحسش بيها كوم كوم هي لي دوسمون voilà nous allons ça pas pour rien donc la pâte est annihilée donc mettez la farine jusqu'à ce qu'elle comme une pâte halwa voilà donc on joue l'étape deuxième donc là j'ai coupé ma pâte en deux j'ai pris une chouïa ودخلت فيها شوية كاكاو كما تشوفوا دوكا دوك نجوزو الفاصوناج تاع الكاطو تاعنا دونك فوالا هايلي كاني حليت لاباتي تاعي دونك اتيليزيو هاد لو طابي دو كويسون باش ما تلصقلكش او ميم طون بور ايفيتي باش تلي ديرو لا فارين ا شاك فوا ولا حطو ان ساك اون بلاستيك وفوقو اون بابي لو فيلم اليمونتير وحلو فوقو باش ما تلصقش لا بات في لو بلان دو ترافاي باسكو من بعدا سا سرا ديفيسيل باش ترفدوها وتروليوها دونك لا كيما كتشوفو كيما هكذا لصقو كلو لي كاري ولصقو هكذا حتى تلصق العجينة لاختها هكذا من بعد نقدرو نكوبيو اون روبون لازم لاباط تكون رقيقة تاني و تسوا فغيمون و بروني هاد الجريورة هادية و كوبي دي روبون كوبيهمش كبار هكذا 1 سنتيمتر parce que vous allez les rouler petit rouler le donc habito ديروا هذا لو سونس تبداو بالشوكولا كيما هذا درتها بديت بلو بلون وفينيت كملت بالشوكولا غيروا شويه تكون شويه ما تكونش مرخوفه Voilà. C'est pas
si vous arrivez عندكم شي حطوب شي بان ملح تحبوا ديروه كبيره ديروها كبيره هكذا دونك كبروا في لو روبون كبروا في ليبيسور تاعو في العرض تاعو بيتو في لا لارجور ولا حبيتوه ديروه صغير يجيكم هكذا فاملي كو لي غاتو اون فا لي كوير ا 180 دوغري فوالا الحلوه تاعنا هاي اللي كاي واجده كيما راكم تشوفوا دونك غير خرجت من الفوغ انا خدت 10 مينوت خرجتها دونك ما خليتهاش تزيد فوق 10 مينوت دونك نتوما شوفوا الفوغ على حسب الفوغ تاعكم 10 مينوت فيريفيو اذا شفتوها طابت باسكو هي ما لازمش تحمر ما لازمش تكحل دونك غاس دوغي دونك غير طيب 10 مينوت خرجوها فوالا دونك انايا هاي ليك غير خرجت هكاك سخونه عسلتها ودرت لها شويه لوز من الفوق شبعتها باللوز دونك في الوسط كي شفتوها كاين دي بيراميد مليك وهذوما وريت لكم بلات ما درتهمش دي بيراميد دونك جي رولي ديريكتومون قباله تو دووا ما درتش البو هذاك اللي يخرج فوالا هاي ليك هذه لي بلات كما تشوفوا شوفوا لا فورم تاعها هكذا دونك نتوما كي ديروا باردون لا جوست حاجه دوز استوس باش تنجح لكم دونك لا فارين فو با ميتر بوكو كو هي طريه بزاف دونك خلوها كي تكملوا طموها ما تعجنوهاش فو با بيتريغ خلوها تريح شغل غير تنطم لكم خلوها تريح مينيموم 10 دقائق دونك خلوها حتى 20 مينوت نص ساعه تريح معليش سبا غاف ومن بعد بداو تخدموا الحلوه تاعكم هكذا باش تجيكم طريه في لافا فوالا دونك فوالا هاي ليك لا روسيت تاعنا خلاصت جيسبر لو غاتو تاع اليوم عجبكم ما تنساوش ديروا لي ان جيم وابونيو على الماشين لي روسيت استوس هكذا pour m'encourager واش يلحقكم جديد شاك جوغ على هذا الشيء نقول لكم تهلاو في روحكم بقاو على خير يلا بروشين فيديو ان شاء الله